مرحبا، شلونكم يا بعد قلبي؟ اليوم جايكم بفيديو عجيب غريب، فيديو بيغش بخداع بظلم بكفر بإرهاب، فيديو مشكل يا لوز. قبل نشوف الفيديو اشترك وفعل الجرس وخلينا لايك وتعالوا خلينا نشوف الفيديو. ويلا تعالوا خلينا نشوف الفيديو هذا العجيب الغريب الكارثي، ما ادري شو اسولف عنه. تعالوا انتم وشوفوا وحكموا. بدت عملية اللبخ، يا الله وبالقدرة الإلهية الحواجب اللي كانن ما موجودات صارن موجودات، شلون ما ادري. الملامح اللي بدأت تتغير يا ربي، لا الكائنات شلون صارت هيك؟ ولك انتي انت مستحيل تتغير شكلك. عشان هاد جاي شربه، هذا انت بالله هذا من ضمن المكياج شني؟ يا رب دخيلك الرموش الحواجب. لزقي لزقي بعد اخوش، لزقي حيل حيل. الوجه اللي كان هالكبره زغار، شلون ما تدري؟ حتى الركبه شمال لبست بدله مال العروس، يا الله. ولكم ما يصير هذا كفر. عافية عافية. ايه غشونا بعد غشونا. لكم الوجه كله جاي يتغير، يا الله شلون طلع بهاي؟ لا يا الله لا يا الله. ولكن عيب عيب يا ول، ايش عيب؟ ولكن عيب يا ولن عيب. جهتان بالله شو اسوي يعني؟ فرضا تزوجت وطلعت مرتين تخلي من ذني، يعني ما ادري بيها، وبالاخير تجيني من اللي شفت تظل تشلع بذني برموشه وبخشمها وبذن منها ومنانه. وين الطوجان؟ وين اروح؟ والله صدق والله حرام حرام وكفر هذا. نعم ما ادري. تعال خلينا نشوفها. تعال ايه ايه استمري. نعم دو اخذت مشغلة الحواجب خلال ثواني يصيرون حواجب طبيعيات وكل شيء ما بيهم. الخشم لهالكبرى يصير هيك هالكبرى، الوجه لهالكبرى الزغار، ما ادري شنو شنو من المكياج هذا. هلا استلم اغاد استفاد بقول لك ليه بود. هلا هاي ترى من الصورة تقول راح ترى اصور نفسها مثلا شنو؟ لا يا الله لكم جاي تغير الوجه والنبي. لا والله صدق قاعد اشخ شلون يعرفوها يعني بعدين هاي. لا احمسه شوف شلون صارت. انا ما اقدر ما اقدر
العيون تكبر والكن ذهيرة والعباد ذهيرة ما قلت شيء هلا استفاد. شكرا جزيلا على هاي الصدمة. يعني ترى المكياج البسيط حلو والله يعني مو فد مرة يعني غشم بس مو لهي الدرجة اخو مو تغير غيرين وجهك كامل شو السالفة. يا الله هلا استفاد استلم هاي مضغوط التمام معك ولا صير للتارة. يا الله يعني أنا متأكد راح تصير زينة هاي وحلوة بس أنت متخيل الشكل هذا راح يتغير يصير شكل جديد. والله ما يصير هيك. هلا استفاد تغير الوجه كامل. عمي بناتنا عليك انا الله وما تستخدم هاي المنتجات هاي مال تلزيق منا ومنا وهذا الشربنة هذا الشربنة شنو اذا ضرب العوم شو يسوي هذا والعباس حرام والحسين ما يصير هيك شنو هاي. هلا يعني هذا استعداد بثواني تغير لك الوجه كامل. تغير هاي نفسية ذبيتها شنو هاي. لا انت ما حصل لي ترى ما معقوله كان معقول هاي معقول تتغير خشم الصغار الوجه الصغار هنا نوب حتى الرقبة حتى الرقبة تغير لونها يديها تغير لونها. لا لا والله لا 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 لكم شنو الظلم هذا اي صب على وجهك خلي طبخي والله ما عاد رجعت حتى الحتى طار من قلبي. انت عم صدميني يعني بغيت عليك هي سوينا سبرايز والله صدمت كم ما يصير هيك والنبي وحق الحوت الازرق ما يصير هيك. عليكم الله هاي تتغير هاي تتغير يعني خلاص خلينا نشوف راح ترى حوادي دي عافية عافية حوادي بالخشيم الغود منا ومنا نتوخريهين ما خليت شوشن ما خليت شيء ما سويتي انا ما احكي بعد ما له علاقه بالموضوع هاي ولا انتم راضين بعض الموضوع انا بعد شقو هسه نوبي لبخن يعني اكثر من طبقه تخلوا واحده واثنين وثلاثه واربعه
هي كملي غاتي كملي هلا ولو وش هالحالة هذه اللي انا عايشينها يا ربي وش هالحالة هذه وش هالحالة مصيبة والله مصيبة وقعنا بمصيبة بعد ما نطلع من هنا شدة هاي اضرب من ايران وداعش واضرب من امريكا ما يصير هيك هلا ونب هاي لابسة بدلة مع العروس زين وهذا المسكين هذا راح ياخذك شتقلي له شتقلي له الله ده بالشكل شلون انقلب هيج يقلب دقلات مو بس انقلب هاي تقول ترى هذا حبيبي اني مراوته غير سكيت راح تراويكم الشكل مراويت فيات اتخيلها جاي تقول هيج صدمينا غاتي الله الله شنو هاي وين طوجي شو سوى ثاني شو دوت اتغير الشكل اتغير لا يا حصان طراودة لا يا الكائنات ولكم من الرائع هلا واستفاد هاي شنو هاي زين هذا اللي بلعنا شنو هذا شربنا عليكم الله دا تعرفوا قلولي شنو هذا كتبوا لي بالتعليق عاد دارف شنو هذا هذا يجي ينبلع ينبلع ومسيطر من ضمن المكياج هذا شنو فيلمه تشوفون هلا حسب الله ونعم الوكيل في عوده خذ من وبنهايه هذا الفيديو اتمنى من الله يا بناتنا انتن لا تخلين هاي المنتجات عليها سنة الله يعني مو هذا التلزيق وهذا البلعنة مدري شون مدري شي يسوي يعني انا مو ضد المكياج خلي المكياج بس مو لهاي الدرجة يعني الوجه ينقلب من وإلى يعني مو كل الوجه يتغير زي انا شون اعرفك لا وصلك شون اعرفك اذا تغير وجهتك كله يعني عم دير باتن علي انت شوي اتمنى استمتعتوا وتونست بهذا الفيديو خلونا لايك واشتراك وفعل الجرس واني احبكم هواية وفدوا اروح لكم اودعناكم